طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل فته. سلقنا اللحمه، نعمل شويه رز بقى. رز الفته ابيض، رز ابيض عادي جدا، ولكن متطعم، متطعم طبعا من الشوربه اكيد، وبرده بزود عليه ميه. يعني بصراحه مش بعمله كله شوربه، لان الشوربه عايزه تتشرب، والشوربه عايزه اعمل بيها لسان عصفور، والشوربه عايزه ممكن احطها مع شويه بشاميل سوري لبن عشان اعمل بيها المكرونه بشاميل زي ما قلت لكم. فانا الشوربه دي عندي، وبعدين انا كده كده هسقي بيها الفته، هي كده كده الرز هيتحط عليه شوربه. فانا باخد كوبايه بحطها على الرز. امتى بقى؟ هقول لكم لما نقول المقادير واحنا بنعمله. يلا بينا. اول حاجه عندي بقى رز الفته، مكعبات زبده. برضو انت يا فيفا الاكل بتعمليه كله بزبده؟ بعض الحاجات بصراحه بحس كده محتاجه شويه زبده في الاكل ده. ممكن طبعا سمنه بلدي، يعني زبده سمنه بلدي، سمنه صفراء، براحتكم خالص، مفيش اي مشكله. زبده، زيت، حبهان ورق لوري، ملح وفلفل اسود، وكيلو ونص رز ابيض. احنا فته بقى. تاني عندي هنا الفته عباره عن ايه؟ مكعبات زبده، وعليها محتاجه كمان زيت، حبهان مطحون، ورق لوري، ملح وفلفل اسود، كيلو ونص رز ابيض مصري. وعلشان طبعا اكمل الفته محتاجه عيش بلدي، وبلدي وما تبدلهوش باي حاجه تانية. عيش البلدي ده متحمر في سمنه زبده مع شويه ثوم، بسيط قوي قوي. عايزه عيش بلدي، ما تقوليليش اي حاجه، ما تجيبيليش عيش شامي، ما عيش بلدي يتقطع كده، ها، وتعملي حسابك في اكتر كميه اكتر عشان هيتلقط، بيتلقط تيجي تعملي فته ما تلاقيش فيه خلاص. بحمره في زبده او في سمنه، وكمان رشة ثوم بسيطة جدا جدا، وبحمره. طبعا انت عايزاه صحي اكتر، فهتروحي عاملاه فين؟ في الفرن، براحتك خالص. بس الفتة يعني حتى ولو متبعة كل انظمة الدايت، الفتة العيش لازم يكون ايه؟ الفتة المصري بتاعتنا، لازم العيش يكون متحمر في سمنة. ده لو مش متحمر في سمنة كده وطعم السمنة باين فيه ولا الزبدة، ما يبقاش ايه؟ عيش فتة. طيب تعالوا بقى هنشوف الرز هنعمله كمان ازاي. نحط الحله بتاعتنا، وعندي هنا ميه سخنت عشان عايزه احط ميه. بصوا بقى انا هنا محتاجه ميه في اللحمه، هروح حاطه ميه ايه؟ سخنه. تمام. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتير تقول لي الا الريمه، انت ما بتشيليش الريمه. لا يا فيفا، هو ينفع؟ طب تعالي اقول لك ازاي تشيلي الريمه من غير ما تغلبي خالص. شايفة المناديل الحلوة دي؟ حطيها هنا كده. هتقولي لي ازاي؟ انا بقولك كده هتلاقي كل الريمة طلعت معاكي خلاص، وهتتشال اهي، ومش هتعمل ريمة. انا لمتها خلاص كده اهو، وادي المنديل مش هيبوش. لا مش هيبوش، اتفضل ريما عندك. في ثواني لميناها، مش ورقه لوري راحت معايا، في ثواني لميناها. اتفضل عندك هنا حاجه؟ لا، لما احتجت ميه حطيت ميه ايه؟ ميه سخنه. اوعي تحطي ميه غير سخنه، سخنه من الكاتل على طول كده، وغطيها. وهسيب هنا علشان ايه بقى؟ هاخد منه كمان للرز. انا قلت لكم ان انا بحب اعمل ايه الاكله دي بالزبده او طبعا بالسمنه. على فكرة بعض البيوت في مصر وفي القاهرة، يعني عموما في محافظات مصر، في بيوت بتعمل الفتة بيضة، وهي بالنسبة لهم الفتة يعني بيضة. وفي بيوت بتعملها لا هي بصلصة، بالنسبة لهم الفتة هي بصلصة. أنا النهاردة هرضي جميع الأذواق، يعني هنعمل الفتة البيضة وبرده بالصلصة. طيب عندي هنا بقى الزبده مع ايه؟ الزيت. وقلت لكم قبل كده اوعوا تعملوا رز بزبده صافي او بسمنه صافي، عمره ما هيطلع معاكم فلفل. حلاوته ان احنا نعمله بالاتنين، مهم جدا جدا، زيت وزبده او سمنه وزيت. هحط بقى شويه الرز بتوعي، مش شويه، الحبه الحلوين. قلت لكم احب جدا يكون طعمه فيه شويه حبهان، فبحط الحبهان مطحون، وورقتين لوري، وكمان الفلفل الاسود
وعندي الملح. شوية رز يتاكلوا حيف من حلاوتهم، وبعدين اديله تقليبة حلوة كده. اهو لازم تكون عندي الحلة سخنة والرز سخن. ليه بقى؟ علشان لما احط كبشة الشوربة احب اسمع صوت عارفين كده، فتاخد الطعم اللي موجود في كوباية الشوربة دي كده، تحس ان الرز خلاص هو شرب اول حاجة، حاجة متبلة بطعم اللحمة، تحس ان الرز لا كأنه معمول كله بشوربة، بس انا مش عامله كله بشوربة بصراحة، لاني انا زي ما بقول لكم بنحتاج شوية الشوربة دول في كذا حاجة. طبعا ما بحمرهوش، ها انا بس بلفلفه كده حبة، بطعمه بالسمنة والحبهان ورق اللوري، نحط رشة جوز الطيب كمان. على فكرة بحط جوز الطيب نفحة بسيطة جدا جدا، عندك المكعبة تبشري حاجة بسيطة قوي الدورية اللي هي جوز الطيب، بحط حاجة يعني لا تذكر، حاجة بسيطة اهو بس كده. واروح بقى زي ما قلت لكم الكبشه بتاعتي واخده بقى ايه شويه شوربه بقى من اللي قلبكم يحبها، واروح حاطه هنا. هو ده بقى الصوت اللي انا عايزه اسمعه اهو، صوت التش كده. انا ضمنت ان هو الرز عندي كان متعطش فاخد ايه طعم الشوربه، وبعدين هكمل عادي بمي. بس كده، وهديله تقليبه هو كمان. عندك شو بصوا بصوا بقى، عندي اساسا هنا الميه او المرقه بتاعت الرز ملونه ازاي اهو. انا مش غاسله الرز لان نوعه عادي ما يتغسلش. طيب انت لو عايزه تغسلي الرز هتغسلي الرز في اي نوع اي نوع، وتروحي حطاه على طول، ما تغسلوش وتسيبيه، ما تنقعهوش، هتغسليه ترك 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 تصفيه تحطي على طول، الرز ما يتسابش ابدا عشان تظبطي سواه. وغطي. تعالوا بقى نعمل الطشه كمان عشان نبقى انجزنا كده في الوقت. الطشه دي بقى عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا انا هعملها جزء بالصلصه وجزء عندي ابيض اللي هو بالتومه بس، وطبعا توم يعني وتوم وخل. طيب تعالوا نعمل اللي هي ايه عندي هنا بالصلصه. الاول عباره عن ايه؟ عباره عن توم وزبده وصلصه وخل. عباره عن ايه؟ توم، زبده، صلصه، خل. اتفقنا؟ ماشي ماشي. طيب عندي هنا او سمنه زي ما انتوا عايزين، ممكن احط حته سمنه اهي. وطبعا طبعا ممكن تعملوا ايه دي بقى، بس انا هنا مش عارفه اعملها. ممكن تروحوا محمرين الاول حته اللحمه، وبعدين عاملين الطشه سواء اللي بصلصه او التومه اللي هي اللي هي التومه، طشه التومه بتاعت الفته بالسمنه اللي حمرنا فيها اللحمه. انا ده اللي بعمله دايما. ليه بقى؟ لا انا تبقى واخده الطعم كله، تبقى خطيره، بيبقى فيها تحمير اللحمه كده وحته صغننه من اللحمه مثلا، لا بتبقى حلوه قوي. لكن هنا مش عارف اعمله ليه، علشان بس ايه التسلسل عندي، فاهميني؟ لكن هي بتتعمل بتبقى تحفة اهي. اروح حاطة بقى عندي هنا التومة، وطبعا هخلي حبة علشان هعملهم بايه عندي هنا برضو للتومة، اللي هي تومة وخل وبس وشوربة. طبعا بعمل تومة وخل وبس، دي هعملها وهركنها، لكن التانية لا دي لازم تدم وتتحط على طول. وبعدين النهارده هعمل لكم فته زي ما بعملها ليله العيد عندنا بالظبط يعني، وبصراحه دي متعلماها من حماتي. الفته اللي انا بعملها مش بتاعت ماما،
دي متعلماها من حماتي الله يرحمها الله يرحمها، كانت بتعمل فته رهيبه، وانا اصلا كنتش بحب الفته غير لما يعني بدات اكلها من ايديها. بتعمل فته حلو قوي، النهارده هعملها لكم على طريقتها احياء لذكراها، عشان هي عيد ميلادها كان 1/1، فهعملها النهارده على طريقتها بالظبط نفس الطريقه اللي بتعملها بيها. بصوا بقى عندي هنا الثوم بدا ايه، انا هنا الثوم يا جماعه ما بحمرهوش ماشي، انا بس يا دوبك اشم ريحه الثوم يعني يصفر معايا صفار كده لذيذ، وبرده اهو اروح طشاب ايه بقى عندي بالخل. مش معنى ان انا بعمل الطشه بالصلصه بتاعه الفته يبقى ما احطش خل، لا عادي جدا بحط خل برده، ولكن انا بعملها بالصلصه. وعلى فكره هنا انا بحب صلصه صلصه، يعني انت لو عامله صلصه وحطها في العلب مش طماطم، انا بحطش ما بضربش طماطم لا هي صلصه صلصه عشان تطلع معاكي حلوه، صلصه صلصه اهو. اروح حاطه بقى شويه الخل، وحاطه عندي هنا ايه الصلصه. وبصوا بقى كمان التركه دي بواخده كبشه من الشوربه اهي، واروح حاطاها هنا تستوي كمان في طعم ايه الشوربه. واقلب وبرده احط عندي هنا الفلفل الاسود وبرده الملح، وبرده هنا رشه حبهان بسيطه، رشه جوز الطيب بسيطه بس كده، بقت عندي ايه اللي بالصلصه. تعالوا بقى نروح للفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه جنبها ونطبقها ازاي، استنونا.